قرآننا أخلاقنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نسأل الله العظيم أن نكون ممن اهتدى بالقرآن، نسأل الله العظيم أن يكون القرآن شفيعا لنا يوم القيامة. سورة اليوم سورة الكافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنا عابد ما عبدتم. شوف، مش ولا أنا عابد، لا، ولا أنا، خطف هذه الألف في حال الوصل لا تلفظ، تمام، وكأنها حركة وكأنها فتحة، في حال الوقف تلفظ. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. أحسنتم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله مع سورة جديدة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخلاقه فوق السماء. أخلاقه